أحمد الله على سلامة الوفد الذي كان ذاهبا إلى قطاع غزة صباح هذا اليوم لافتتاح محطة تنقية مياه في شمال غزة، والتي ستخدم 350 ألف نسمة في شمال غزة. هذا هو ديدن القيادي وعلى رأس فخامة الرئيس أبو مازن والحكومة بتوجيهاته لعمل كل ممكن لخدمة أهلنا في قطاع غزة. الأمر الثاني، أشكر جميع الفعاليات وجميع القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين التي وقفت اليوم موقف جامع وموحد في إدانة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها أيدي بالتأكيد لا تمت إلى الشعب الفلسطيني. هذه أيدي جبانة وهذه عملية مدانة. ما حدث اليوم لن يثنينا أبدا عن العمل في قطاع غزة وعن تحقيق المصالحة التي كما يقول الرئيس دائما هي خيارنا الاستراتيجي، وبالتأكيد لن تكون دولة في غزة ولا تكون دولة بدون غزة. الصوت يا إخوان، يا إخوان الصوت. ما حدث اليوم سيزيدنا إصرارا على تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة والتي هي خيار استراتيجي للقيادة وللحكومة. ما نكرره دائما ونقوله، على حماس أن تسلم قطاع غزة، على حماس أن تسلم الحكومة كل أمور ومتطلبات التمكين وفي مقدمتها الأمن الداخلي. من غير الممكن أن يكون أكثر من سلاح في قطاع غزة. السلاح الذي يجب أن يكون هو سلاح الشرعية، رئيس واحد ونظام واحد، هذا هو هدفنا. وإن شاء الله سنمشي وسنمضي حتى تحقيق الهدف بإعادة اللحمة الوطنية وإعادة غزة للحضن الفلسطيني. نحن كحكومة بتوجيهات فخامة الرئيس سنستمر في القيام بواجباتنا، وبالتأكيد سنعود إلى غزة ولن يمنعنا أحد من العودة إلى غزة. سنعود إلى غزة، أنا وكامل أعضاء مجلس الوزراء سنعود وسنعمل وسنبني. هذا هو ديدننا، وأشكر أهالي بلدتي على هذا الاستقبال وهذه المشاعر الطيبة. وإن شاء الله إن شاء الله نحتفل بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية. شكرا جميعا لكم. يقول الرئيس قبل قليل بأنها جريمة ما ارتكب في غزة وأن المنفذين باتوا معروفين. يعني نحن ننتظر التحقيق، ولكن بالتأكيد من يسيطر على الأرض والأمن مفروض أن يكشف ذيول هذه الجريمة. مرام، أول شيء الحمد لله على سلامته. يعني اليوم استقبال حاشة لاستقبال دولة رئيس الوزراء، ماذا تقول في هذا اليوم؟ هذا مش ابنكم، ابن الجميع، هذا ابن الوطن، واللي الله معاه لا تخاف عليه يا ابني. هذا يا ابني ابني طريق مستقيم، الحمد لله مزكي ومصلي وعابد رب وماشي طريق مستقيم. واللي ما ابن الحرام ما تزكوا بقلب من حار ان شاء الله اللي بيجي في رامي. طيب شو بتقول الى الناس اللي اليوم عملوا اعتداء اثم على دولة رئيس الوزراء وموقفه؟ لانه هذول هم قلب المؤمن دليله، بيعرفوا انه هذا ابنهم وشو اخلاصه لهم وللشعب. ما بيحسب بس عنب لحالها، بيحسب بالضفه والقطاع، والقطاع قبل الضفه عنده اياهم في الدنيا كلها. ولا عملوا شيء اهل ما ولا بقول انه حماس عملت اي شيء يأذي ابني، لانه رامي بعزهم وبيحترمهم. يا رب الله اشكر العلويني.
طبعا اكيد الجميع اليوم سمع كلمته في وهو في قطاع غزه بعد الحادث اللئيم، وكان هو يشدد على انه لن يتخلى عن مهمته في اجراء المصالحه الوطنيه، وسيظل في هذه في هذا الطريق الى انهائها، ويكون الشعب الفلسطيني موحدا باذن الله. تحدث دولته في غزه انه سيعود اليها مره اخرى ومرات اخرى من اجل اتمام هذا المصالحه، لانه هدف فلسطيني وطني يهم الجميع، اهلنا في قطاع هم اهلنا في قطاع غزه، واهلنا في القدس، واهلنا في الضفه الغربيه، واهلنا في الشتات ايضا. وهذا ان شاء الله هو ما يقوله دوله الرئيس بتوجيهات سياده الرئيس ابو مازن دائما.